هذا وحضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم الجلسة الحوارية الأولى المعنونة بممارسات دبلوماسية ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي 2023 بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة كبار المسؤولين بوزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج ورؤساء القطاعات ومدراء الإدارات بالوزارة. وقد ركزت الجلسة الحوارية على مناقشة النهج المبتكر والإبداعي للممارسة الدبلوماسية واستعراض ابرز الممارسات الدبلوماسيه والرؤى والتطلعات والاهداف وكذلك المعوقات والتحديات حيث استعرض اصحاب المعالي والسعاده المشاركون في الجلسه خبراتهم والدروس المستفاده من العمل في البعثات الدبلوماسيه وطبيعه العلاقه التنسيقيه مع المعنيين في وزاره الخارجيه من خلال طرح امثله حيه وواقعيه لخدمه مصالح واهداف مملكه البحرين. وفي ختام الجلسة تم فتح المجال للمداخلات والأسئلة وقام عدد من الحضور بتقديم مداخلات وتساؤلات متعددة حول الموضوعات والقضايا المتعلقة بالدبلوماسية البحرينية والسياسة الخارجية وشؤون القنصلية والدبلوماسية الرقمية